وفي الداخل الإيراني تتواصل الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات العمالية في عدد من المحافظات والمدن احتجاجا على سياسات النظام الإيراني في التعامل مع أزمته السياسية والاقتصادية. ويتواصل الإضراب الشامل لسائقي الشاحنات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما يشهد مقر مؤسسة كاسبين التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتصامات متتالية منذ أسابيع احتجاجا على نهب المؤسسة أموال المواطنين الإيرانيين. وأكد المتظاهرون أن النظام الإيراني يتحمل وحيدا مسؤولية سياساته الفاشلة على المستوى الإقليمي والدولي، وما تعيشه إيران حاليا من عزلة دولية متزايدة ستكون سببا في إسقاط النظام. هذا وتعيش إيران أوضاعا مضطربة منذ نهاية العام الماضي، زاد من حدتها الإصرار الأمريكي على مواجهة سياسات النظام الإيراني من خلال انسحابه من الاتفاق النووي، إضافة إلى السخط الشعبي المستمر.